مشاهدينا الاعزاء في كل بيت في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بيكم في فقره جديده من فقرات شباب شو المتجدده دائما. فقرات شباب شو رجعت بكل قوه للظهور على الشاشه. شباب شو بيحاول دايما ينوع في وجهات النظر. انا النهارده معايا فقره يمكن بتهم فئه كبيره جدا من الناس. المرأة نص المجتمع، المرأة نص المجتمع، المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي الحبيبة، هي كل شيء تقريبا. أنا مش حابب أطول عليكم، ولكن برحب بزمايلي وبضيوفي في الاستوديو. أولا برحب بزميلتي بسنت، أهلا بيك يا بسنت. أهلا بيك يا سلطان. أهلا بيك يا دكتورة منى. أهلا بيك. دكتورة منى خبيرة العلاقات الأسرية واستشارية التخاطب. النهارده حابين نتكلم عن موضوع يخص المرأة بالأخص. المرأة يا جماعة زي ما قلنا هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، بتعاني من مشاكل، بتعاني من اضطهادات نوعا ما، بيتوجه لها بعض الظلم أحيانا، بيتوجه لها بعض الإنصاف أحيانا. أنا مش عايز أطول عليكم، أنا حابب أبدأ مع زميلتي بسنت. احب ارحب بالساده المشاهدين مره تانية، واحب ارحب بسلطان. زي ما هو ما قال ان المراه نص المجتمع، وان ليها اهميه كبيره جدا، والموضوع ده يشغل فئه كبيره جدا من المجتمع. فانا حابه اوجه اول سؤال واستبشر الحلقه مع دكتوره منى. احب اعرف من حضرتك، هل المراه واخده حقها بشكل كافي في المجتمع؟ والله هي واخدة حقها في حاجات وحاجات لسه لحد دلوقتي مش عارفة تاخد حقها فيها. يعني مثلا هنلاقي ان الست بقت دلوقتي في مناصب عالية، ممكن تمثل دولة كاملة دلوقتي، ممكن تبقى بقت موجودة في الساحات وموجودة في المنظمات الدولية وموجودة في كل حاجة، بقت وزيرة وبقت سفيرة وبقت كل حاجة. بس على الجانب الآخر هنلاقي ان الست لسه لحد دلوقتي في سيدات بيتعرضوا للعنف الجسدي، لسه في سيدات بيتعرضوا للعنف الجنسي، لسه في سيدات لحد دلوقتي بيورثوا، لسه في سيدات دلوقتي بيمنعوهم ان هم يورثوا، بيواجهوا مشاكل كتير، فهي لسه ما خدتش حقها بالقدر الكافي يعني. طيب انا حابب اتخصص شوية مع حضرتك، حابين نعرف من وجهة نظرك، هل المرأة المطلقة والأرملة واخدة حقها بشكل كافي في المجتمع؟ تماما مش واخدة حقها تماما. المرأة المطلقة تحديدا، يعني هنقول ان الأرملة الى حد ما نظرة المجتمع ليها اقل حدة من المطلقة، الا ان المطلقة يعني بتواجه صعاب غير عادية. ما بيكتفيش المجتمع بان هي قد ايه تعبانة من فكرة الانفصال، لا ده احنا كمان بنزود عليها بان انت حد، بقيتي حد منبوذ، بقيتي حد طول الوقت مبصوص له او منظور له نظره سيئه جدا، مبصوص لها ان هي بقت حد مشاع، اي حد من حقه ان هو يتجرأ عليها ويضايقها لمجرد ان هي مطلقه. طب بما ان الارمله او المطلقه بتواجه صعوبات في الحياه وفي المعيشه، ازاي يعني ازاي تعمل ده؟ ازاي تتصدى الناس؟ ازاي تتخطى الصعوبات دي؟ تتجاهل. تتجاهل. التجاهل هو الحل الوحيد. انا لو طول الوقت هفضل بسمع دي بتقول عليا ايه، وده بيقول ايه، دي رجعت متاخر، هي بتعمل ايه، هي بتسوي ايه، يبقى انا مش هعمل اي حاجه في حياتي. حلها الوحيد ان هي تتجاهل كل اللي حواليها. طيب عشان برضو نكون منطقيين شويه، في مثل شعبي بيقول الزن على الودان امر من السحر. تمام. فممكن التجاهل في بعض الاحيان ما يكونش هو الحل الامثل في حاله زي كده. مواجهه، بلاش تتجاهل، تواجه. بس في ناس، نوعيه ناس ما ينفعش تعمل معاهم غير بتجاهل. يعني انت بتنظر عليا بناء على ايه؟ المجتمع المصري بيصعب على الست المواجهه. تمام. ما هو هي لو واجهت هتبقى وحشه، اما ان احنا نتجاهل هتبقى وحشه وتبقى قد التجاهل ده يعني اسير على خطى ثابته ماليش علاقه باي حد، اما اني اواجه. طيب تمام. انا حابب اختم مع حضرتك بسؤال يمكن هو ده جوهر الحلقه. حضرتك نموذج ناجح جدا للمراه الارمله، حابب حضرتك تحكي لنا تجربتك في اختصار قبل نهاية الهوى. تجربتي بسيطة جدا، زوجة زي أي زوجة، جوزها توفى فجأة، بقى مطلوب منها ان هي تواجه، المطلوب منها ان هي تربي طفلين، المطلوب منها ان هي يعني تتجنب بقى كل كلام الناس وكل الحاجات دي. الحمد لله ربنا قدرني ان انا ابقى اخصائية تخاطب، ابقى في البوزيشن ده، يعني ان انا اتعدى كل هذه الصعوبات، يعني كل طيب. فضل ربنا يعني. طيب الحمد لله. ختاما اخر حاجه حضرتك ممكن تقوليها كلمه تحفيزيه للمراه الارمله اللي ممكن بتواجه صعوبه او عندها عقيده راسخه انه انا كده خلاص حياتي وقفت. خليكي اقوى،
احنا طول ما احنا عايشين احنا عمالين بناخد في صدمات. يعني ازعلي وخدي وقتك في الزعل، بس في الاخر قومي وقفي على رجلك، عشان ما فيش حد هيعمل لك حاجه. لو انت ما عملتيش لنفسك وما عملتيش لاولادك وما عملتيش لحياتك، ما حدش هيعمل لك اي حاجه. بشكر حضرتك جدا دكتوره منى محمود، وبشكر الساده المشاهدين على وقتهم الثمين، وبشكر بسنت على ضيافتك النهارده في الاستوديو. استنونا لسه فقرات شباب شو ما خلصتش. اي تواصل تقدروا تواصلوا معانا عن طريق الفان بيج بتاع شباب شو. كنت معاكم محمد سلطان، بسنت شريف، السلام عليكم.